ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، تهانينا المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، تهانينا للجميع والناموس. أحييكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء من خلال التواصل في انطلاقات رياضات الأصالة والتراث على أرضية هذا الميدان. أعود وأرحب بكل المتابعين لقناة دبي ريسينج المتابعين لانطلاقات رياضات الأصالة في استكمال أشواط هذه الفترة الصباحية المحددة بأربعة عشر شوطا لمسافة الستة كيلومترات. الجولة الأولى انتهت بكل الأسماء العملاقة والقوية، وهنا تبدأ انطلاقة ثانية وجولة ثانية من جولاتنا المتعاقبة في هذا الصباح. الجولة الثانية تبدأ بهذا الشوط، الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل الذي أعلن هذا الاندفاع بمشاركة كما ذكرنا دائما من أول انطلاقة من أول شوط أن الأسماء الكبيرة حاضرة متابعة هناك. يا سلام، نبدأ إذن مع مقدمة الشوط. نسير إذن بالمركز الأول حاملين البداية، حاملين التحدي، حاملين الانطلاق في أول المراكز هناك على المركز الأول. هيام على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير في المركز الأول. المركز الثاني الضبي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بارك بن عيسى آل مطيوعي يضمرها، وهناك على المركز الثالث سلهودة تأتي على ثالث المراكز. الله الله، هيام إذن على المركز الأول والنهاية التي تحمل حب هذه الرياضة وعشقها. هيام لهجن العاصمة، تهانينا والناموس، تهانينا المالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله على هذا الانطلاق. الله، وهيام على المركز الأول، نيران في المركز الثاني، مذيار في المركز الثالث، لهجن العاصمة المركز الرابع، ندي الشبه لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، هذه هيام اللي تصل مع خط النهاية، 9 دقائق 50 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني توقيتها الزمني المميز اللي قدمته هيام. تهانينا والناموس لجن عاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير أيضا على هذا الفوز وهذا الانتصار. من وصل الثانية مذيار اللي على المركز الثاني لهجن العاصفة، 9 دقائق 53 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس والمركز الثاني.